برش سألوني على الستيت فوتوغرافي برامو، هذا هو البرنامج بتاعنا. ايه كيفاش عملت سيرفي صغيره في الانستغرام تاع في ستوريز، قلت are you enjoying my pictures my street photography pictures. 83% قالوا ايه، 17% قالوا لا. ستوري اللي بعدها قلت do you think it's illegal street photography بصفه عامه، هي الانتراق قانونيه او غير قانونيه انك تصور عباد في الشارع. 32% قالوا ايه it's illegal ممنوع، 37% قالوا لا. حاجه البي انه 37% هذوما فيهم اشخاص نعرفهم مطلعين شويه على القانون التونسي، ما نيش لي خبير في القانون. عملت بربيش صغير وما لقيت حد شيء. حسيت اللي في تونس ما فهمش قانون خاص للستيت فوتوغرافي، خاطر في الغرب معناها صارت حملة كبيرة بتاع يلندرا ستيت فوتوغرافي مسموح به او لا. التجربة اللي شفتها في المانيا مثلا القانون، فما قانون تعدى عندوش 3 سنين عامين، يقول لك لا راهو باش تصور عباد تهبطهم في الانترنت في الفيسبوك في الانستغرام ممنوع، لازم يكون تدخل اذن من عندهم هم. بينما في بقية البلدان تاع الاتحاد الأوروبي القانون يسمح تماما انك تصور عباد وتبارتاجي التصاور نتاعهم. هي مربوطة بالمعطيات الشخصية. شنو هي المعطيات الشخصية في الأصل؟ معناها المعطيات الشخصية حسب ما نعرف هو الاسم، هو المكان السكنة الأدريسة، نمر بطاقة تعريف، نمر الباسبور، حاجات كيما هكا. الصورة نتاع والوجه الموجود قدام في التصويرة ماهيش تعتبرش نوعا ما من المعطيات الشخصية اللي لازمنا نحافظ عليها وما تبارتاجيها كان بالإذن من عند الشخص هذاك. في فرنسا عندي صاحبي ظفر بن عياد ديجا ستريت فوتوغرافر، صارت له كاس غير نتاع هو صور امرأة داخل المترو كومبوزيسيون تحفونا وجوا أحلى جو، عملت له مشكلة قالت له كيفاش صور دير مشات نادات الحاكم وجاه هو كان كول على الآخر ما قلقوا حد شيء، فسأل له الحكاية كذا كذا راني ستريت فوتوغرافر إلى خلاخ. والمرأة مازالت تتشكى وتتظلم، قال لها ليه مدام راهو هذايا العون تاع الشرطة، قال راهو عنده الحق باش يصورك على ما أظن جوست اللي أصغر من 16 سنة ما تصورهمش. كاين اللي مش فيه جماعة بعد 5 سنين ان شاء الله. سبسكرايب فولو قول ملي اش عملنا هيك مش عملت سبسكرايب يلا جو جو جو. فهم شكون قال يحاول ما تصورش وجوه العباد اللي هي نور بوشيري ما غير ذكر اسامي. يعني ستريت فوتوغرافي قايم ديجا على انك تصور العباد بالفيشل اكسبريشن نتاعهم، العينين نتاعهم، التعابير الوجه نتاعهم. فهم شكون يقرب برشا للعباد وديركت يقدر تصويره ساعات بالفلاش. اكل الشوك هذيك نتاع العبد هذيك يلعب عليها برشا. كيفاش نصلح الكومبوزيسيون؟ الكومبوزيسيون جينيرالمون فهم لي توتوريال في اليوتيوب. الكومبوزيسيون هي كيفاش انت تقسم ليماج نتاعك. كنشوف انا تو ديجا موجود في الوسط، لازم نكون على الاكس هذايا، لازم نكون كي على الاكس هذايا. الفريم نتاعك تقسمه على دو بار هابتين، دو بار ماشيين اوريزونتالمون. تحط لوبجي نتاعك الانترسيكسيون تاع لي دو بار هذيك جينيرالمون على اليسار في الانترسيكسيون الفوقاني. برشا دي توتوريال موجودين في اليوتيوب،
هذه الرجل دي تروى سهل على الاخر اسهل من الحواج وافيكاس على الاخر زاد كيف على الدين بابا اسالني كي تاخذ تصويره ترى فيها معنى ولا رساله ولا مش بالضروره. انا من الاشخاص اللي ديما مذبيع على الحكايه مذبيع على القصه مذبيع على ستوري تيلينغ. هذاك علاش هربت من البورتري هربت من لاندسكيب هربت من الف حاجه وحاجه. مشيت اكثر للستريت فوتوغرافي نعمل جو في التصوير نعمل جو في الايديتينغ ان شاء الله نعمله فيه مره فلوج. جيني شجاعه ونعمل فلوج صور روحي وقت انا ناخذ تصور انا هبط فين في الانستغرام. ساعات كيما قلت نهبط تصور هكا كمان جست خاطر عجبتني الكولير اللي فيها شادوز الحاجات اللي قدامي هبطها ما فيهاش حتى حكايه وصار. لازم تفهموا اللي 99% من ستريت فوتوغرافي is shit. الاخر سؤال متاع منتصر قال لي do you take permission before taking pictures. الحق انا بالنسبه لي لي جامي كان اخذت permission من عند حتى واحد باش نصوره ديجا هذاك الستيل نتاعي. فما شكون في ستريت فوتوغرافرز معناها ياخو الاذن منهم ويخليهم يبوزي وبعد يصور هذاك سون ستيل. بالنسبه لي انا محلاه التصويره كي تصبح العباد ماهيش مشلقه اللي انت اخذت لها تصويره بالاكسبريشن نتاعهم بالجو نتاعهم باش اللي مش مريقل بشعرهم اللي مفضفض دونك لازم ناخذ تصويره كيما هي. الاشكاليه وين انه كي الشخص يفيق بيا اني صورته ديجا صارت فما شكون عادي جدا كمل على ثنيته فما شكون يقول لك يجي افسخ لي التصويره. بالنسبه لي اخلاقيا كي يقول لي افسخ لي التصويره ما نحبش التصويره تكون عندك ديريكت نفسخها. هذه على الاقل المينيموم لازم يكون موجود. الفيديو هذا ما كان سهل بس صورته ديجا تعبت فيه صورت ما بين تسوسة وصفاقس في دي ديفرمون مختلفين في جمعتين تقريبا المدة. معمل عليكم باش تبرتجيه سوى ستوري في الانستغرام سوى في الفيسبوك اي حاجة مهم برتاج باش على الاقل عباد تشوفوا تعرف اكثر على ستريت فوتوغرافي ونبداو فيديو فلوج اهو نيفو حاجة باهية معناها يلا. Peace.